تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف العميد جودة عبد الرحمن، مدير العلاقات والإعلام لمديرية الدفاع المدني. أهلا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا وحياكم الله، وتحية صباحية لكم ولمشاهديكم الكرام. نعم، شكرا لحضرتك سيادة العميد. هل لك أن تقدم لنا تفصيلات عن دور مديرية الدفاع المدني بطبيعة الحريق الذي حدث بمستشفى ابن الخطيب؟ نعم، شكرا جزيلا. حقيقة الحادث حصل في الساعة 2:15 10 وربع من مساء يوم 24/4 في مستشفى ابن الخطيب في منطقة جسر الديالة. الحادث كان متركز في الطابق الأول المتكون من 16 غرفة، 6 غرف كانت للإنعاش الرئوي، و8 غرف كانت لرقود المرضى، وغرفتان للكادر الطبي والممرضين. البناية حقيقة متكونة من طابق أرضي وطابق أول وثاني. الجهود السريعة والعمل القياسي لإخوانكم رجال الدفاع المدني استطاعوا من تطويق النيران واحتوائها داخل الطابق الأول ودون انتشارها إلى الطابق الأرضي والثاني، ولكن وللأسف الشديد ونتيجة الغرف الموجودة في هذا الطابق من غرف إنعاش رئوي وغرف رقود المرضى حصل هناك عمليات احتراق حروق عفوا واختناقات نتيجة أدخنة الحريق ونتيجة أيضا انفصل الأكسجين عن المرضى. وبالتالي ونتيجة هذه الجهود الكبيرة استطاعت مديرية الدفاع المدني من إخلاء 90 شخص ونقلهم بعجلات إسعاف الدفاع المدني وعجلات إسعاف وزارة الصحة للمستشفيات الأخرى القريبة، وانتشال فيما يخص عمل الدفاع المدني انتشال 29 جثة إلى ونقلهم أيضا إلى المستشفيات القريبة. في الساعة 2:320 أي 11:30 مساء تم السيطرة وإخماد الحادث بشكل كامل. نعم نعم سيادة العميد، اليوم أغلب الأشخاص يجهلون كيف حدث هذا الحريق، يعني اليوم يتمنون يعرفون السبب، يقولون من الجهة المقصرة، حتى تعرف اليوم مواقع التواصل الاجتماعي هي أكيد ما يعني أهم شبكة عنكبوتية موجودة، فاليوم الحدث انتشر بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا عند وقت حدوثه، فأغلب الأشخاص تفاوتوا في معرفة السبب اللي خلى هذا الحديث الحريق عفوا يحدث في مستشفى ابن الخطيب. نعم، فيما يخص حقيقة سبب الحادث سيصدر اليوم بإذن الله تعالى عن مديرية الأدلة الجنائية، حيث كانت فرق الأدلة الجنائية معنا في الحادث ورفعت عينات من الحادث، وسيصدر اليوم التقرير العلمي والرصين والذي سيحدد سبب الحادث بشكل رسمي ويعتمد عليه في إجراءات التحقيق، حيث طلبت مديرية الدفاع المدني فتح التحقيق في مركز شرطة المدائن ضمن الرقعة الجغرافية للمستشفى، مع هذا الطلب التحقيق مع تقرير سبب الحادث مع المادة 35 من قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 اللي نصت أنه يتحمل رئيس الدائرة أو المشروع أو المنشأة في مختلف القطاعات المسؤولية الجزائية والمدنية عن الأضرار التي تلحق بها بسبب الأهمال والتقصير في تنفيذ توصيات لجان كشف مديرية الدفاع المدني، مع أنه هناك تشكيل لجنة ذات مستوى عالي وزارية برئاسة السيد وزير الداخلية، ستكون التحقيقات بإذنه تعالى مكتملة ويحدد السبب الرئيسي للحادث والمقصرين في هذا الحادث. نعم. طيب سيادة العميد، دعنا نتحدث عن التجهيزات بالنسبة للمستشفيات، يعني هل كانت هذه المستشفى تفتقر إلى طرق السلامة الخاصة بها، منها أجهزة الإنذار، منها أيضا يعني عبوات الإطفاء الخاصة بها لحدوث هكذا حرائق، تجهيز المستشفى والكشف عنها أنه هي غير صالحة لاستقبال المصابين خاصة مثل فيروس كورونا، ونعرف اليوم أنه إحنا نحتاج الأكسجين، ما زلنا على أيضا استخدام قناني الغاز البدائية، يعني هذا الموضوع بحد ذاته هو خطر، لكن أنتم كفريق دفاع مدني هل كان لكم أيضا الأولوية بالكشف عن طبيعة تهيئة هذه المستشفى وأنها تفتقر إلى المستلزمات السلامة الخاصة في حال حدوث أي حريق لابد أن تكون هنالك أجهزة للإنذار أو على الأقل مرشات للإطفاء؟ نعم، شكرا جزيلا. حقيقة أجاز لمديرية الدفاع المدني قانونها المرقم 44 لسنة 2013 بأن تجري الكشوفات على القطاع العام والقطاع الخاص لمرتين في السنة وتحدد الملاحظات والمخالفات في هذه الكشوفات. نعم. فيما يخص القطاع الخاص هناك إجراءات تتعلق بإحالة المخالفين إلى جلسة الفصل في مديرية الدفاع المدني وهي أشبه بالمحكمة برئاسة السيد مدير عام الدفاع المدني، وتفرض الغرامة من 250 ألف إلى مليون دينار. فيما يخص القطاع العام عفوا، نعم، يتم تثبيت الملاحظات والمخالفات وتذكر في التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني،
ويرفع هذا التقرير السنوي الى وزاره الداخليه وتحديدا الى سيد مكتب وزير الداخليه، ويتم مخاطبه مكاتب الساده الوزراء للدوائر المنتميه لهذه الوزارات المخالفه لتعليمات ومتطلبات الدفاع المدني. وبالفعل فان مستشفى ابن الخطيب كان ضمن التقرير السنوي لمديريه الدفاع المدني، اشرت الملاحظات والمخالفات بحق هذه المستشفى من عدم توفير منظومه الاطفاء الرطب الهوز ريل، وعدم توفير منظومه الانذار المبكر، وعدم تحديد فرق الحمايه الذاتيه. اشرت هذه الملاحظات ووصلت حقيقه الى اداره المستشفى، لكن السبب في عدم تجاوز هذه المخالفات او العمل على يعني تدليلها يكون هذا السبب متعلق حقيقه في اداره المستشفى، وكان يجب ان يكون متابعه جديه ايضا من وزاره الصحه للمستشفى للتاكد من خلوها او تنفيذها او تجاوز هذه الملاحظات والمخالفات، لان حادث الحريق حقيقه وبدون توفير متطلبات الدفاع المدني واجراءات الدفاع المدني واجراءات الوقايه والسلامه يحصل باي ثانيه غير متوقعه، وبالتالي يكون حادث كبير. طيب سياده العميد، بس عذرا على المقاطعه بملاحظه بسيطه، هل اليوم سيارات الاطفاء موجوده بكافه المستشفيات وبكافه مرافق المدينه بالعموم، خاصه يعني المستشفيات الكبيره؟ نعم حقيقه سيارات الاطفاء لا تتواجد في المستشفيات، وهذا يعني ليس من عمل مديريه الدفاع المدني ان تتواجد سيارات الاطفاء في المستشفيات، حيث نصت الماده 29 من قانون الدفاع المدني تلتزم ادارات المنشات والمشاريع الحيويه بانشاء مراكز او مفارز الاطفاء الحرائق مجهزه بعجلات ومعدات الاطفاء والانقاذ وفقا للمواصفات التي تحددها مديريه الدفاع المدني. يعني احنا عندنا كل دائره مهمه حيويه، كل منشاه يجب ان تكون لديها مركز دفاع مدني او مفرزه اطفاء على اقل تقدير مع وجود فرق الحمايه الذاتيه. حين يحصل حادث الحريق يستطيعون التدخل بشكل سريع وتحجيمه لحين وصول الاسناد من مديريه الدفاع المدني. يعني احنا عملنا بالقانون اسناد للدوائر والمنشات. لكن الذي يحصل انه كافه اعمال اطفاء الحرائق والانقاذ يقع على مديريه الدفاع المدني لتقاعس الكثير من الدوائر من توفير مفارز الاطفاء او فرق الحمايه الذاتيه. نعم. نعم سيادة العميد، بعض الأشخاص وأيضا على موقع التواصل الاجتماعي يقال بأن فريق الدفاع المدني تأخر في إخماد الحريق، وهو لا يبتعد كثيرا عن موقع الحريق، يعني مجرد ما يبتعد 600 أو 500 متر، هل هذا الشيء صحيح يعني؟ نعم، أكو مثل شعبي يقول من تحكي يعني شاهدك وياك. حقيقة وصول فرق الدفاع المدني كان خلال 3 دقائق و31 ثانية، عندنا التسجيلات الفيديوية لهذا الموضوع، وعلى واقع كان عندي الوسيلة حتى نعرضها حاليا للمشاهدين، وأيضا عندنا التسجيلات في سيطرة الدفاع المدني بتلقي الأخبار، أي تلقي إخبار يكون مسجل إلكترونيا في سيطرة الدفاع المدني. وصول فرق الإطفاء خلال 3 دقائق و31 ثانية، لكن هناك كان مشكلة في تأخر الإخبار. هناك فرق في الاخبار، وقت الاخبار ووقت الحادث. نعم كان هناك تاخر في الاخبار، والاخبار احنا وصلنا في تمام الساعه 2215 اي 10:15 مساء، بعد 3 دقائق و31 ثانيه وصلت فرق الدفاع المدني الى المستشفى. نعم سياده العميد، يا ريت ايضا لو نتعرف على عدد الحقيقي للضحايا والاشخاص المصابين بالحروق. نعم، العدد اللي ذكرت لك من اخلاء المصابين او انتشال الجثث اللي خاص بالدفاع المدني، اما يوم امس فقد اصدرت وزاره الصحه بيانها الرسمي بشان العدد النهائي لعدد الجثث واخلاء المصابين. نعم، كل الشكر لك سياده العميد، وشكرا لتوضيح هذه الملفات والقضايا، ونتمنى ايضا السلامه للجميع. نعم مشاهدينا الاكارم، اكيد راح نكون مستمرين بمشوارنا الصباحي لهذا اليوم. هذه كانت لنا وقفه عن الاحداث التي دارت في مستشفى ابن الخطيب، نتمنى السلامه للجميع والرحمه والخلود لشهدائنا.